فاكر خسارة كبيرة الحرب بتاع الدوري المصري السنوات الأخيرة، سنوات العصر الأخيرة كان قوي، حضوره كان قوي جدا في المركز الأدبي المصري والعربي لدرجة إن نصف صعد الجوائز. هو في سنة واحدة صعد قائمة قصيرة لجائزة البوكر ونال جائزة الدولة التشريعية عن القصة وجائزة اتحاد الكتاب، يعني يكونوا أشهر كتاب السنة المعنيين بتوثيق وكتابة تاريخ القاهرة الخيرية أو محيط وسط البلد، شاهد المثقفين في هذا المحيط.